بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. What is this؟ سلام، يسعد صباحكم ومساكم وين ما كنتم وين ما تكون. اليوم راح نكمل لعبه الرايد، راح نشوف الاسرار والخبايا اللي مخبيتنا هي اللعبه. صراحه اللعبه مليانه اسرار، فلا تنسى تعمل لايك وشير واشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات. جاهز؟ خش عليه. طبعا هنا محل ما وقفنا في الحلقه اللي راحت، اللي ما شافها برضو هيلاقي الرابط هنا تبع الحلقه. الان راح نلاقي ندور يعني اللي هو 2 خشب باقينا و2 هوك وحبل و2 مسامير. فيلا بينا، احنا بدينا من هنا وطلع علينا النهار. يا سلام، صراحه اللعبه يعني مع انها المهم خلينا ندور الان الاشياء اللي ناقصتنا. طبعا اذا شربنا الشخصيه قهوه راح تلاقي الانرجي تبعها يعني على طول ايش يعلى. فمن هنا عندنا طريق ومن هنا طريق، فما ادري فين نروح. خلينا ناخذ اللفه من ورا، نكبر اللفه على قولهم. يا سلام، هنا في بيت صغير، خلينا نشوف ان شاء الله في باقي الادوات. في هذا ايش؟ خرده، وفي بذور. البذور هذا طبعا تساعدنا ان نصيد الفرائس يعني عشان الاكل وزي كذا. وهذا سرير، هذا السرير يعني نقدر نحطه اذا جاه النوم وزي كذا. طبعا حسب الامور اللي تحت، هذه اللي هي يعني العين هذه اذا نزلت لازم تنام. وهذا الكرافتين زي ما شفناه في الحلقه اللي فاتت، خلينا نشوف ايش نقدر نسوي. عندنا هذا الهون نقدر نسويه برضه. طبعا هذه الكرافتين زي الماينكرافت والاشياء هذه، ونقدر برضه نسوي ملابس. ما ادري ايش نستفيد فيها بس اكيد راح نستفيد. خلينا نكمل بحثنا. خلاص جاء طلع النهار، نطفي النار. خلينا ناخذ هذه على اساس انها تسوي لنا بروتكت، هي الحمايه من اشعه الشمس. خلينا نمشي ونشوف ايش حنلاقي كمان. هذه قماش طبعا حينفعنا في صناعه الملابس. صحراء قاحله يا معلم، صحراء صحراء. هذا الخشب راح يفيدنا في اننا نولع النار. طيب الان هذا كوخ ثاني دخلناه. هذه مصيده ممكن نسويها لكن خليها قدام. الان عندنا مهمه، محتاجين الخشب، محتاجين الخشب. هذا سرير ممكن نسويه. احنا ما نحاول نكثر في الشنطه لانه عندنا وزن معين هنا ما نتعداه. الوزن هذا كل ما زاد كل ما ثقلت حركتها، وإذا ثقلت الحركة هنا مشكلة كمان، نزيد عليها الهيديك. هذه النبتة ما أدري إيش فائدتها بس أكيد راح تفيدنا في الكرافتينج. شوفي طيارة، إي أنا هنا، تعالوا شيلونا من الصحراء هذه. يلا هذه خشبة ثانية، هنا في بيت، أوه هوك، يا سلام. وهذا لوح خشب، عندنا الآن خلاص 4، باقي لنا لوح خشب واحد، نعبي الموية، باقي لنا لوح خشب واحد وراح أخش على المهمة. إلى الآن بس ما حصلنا اللي هو الحبل، الحبل أكبر مصيبة. هذا طريق شكله، هذا في أمور هنا. الشنطة ثقلت، شوف طلعت علامة الشنطة. طيب ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ لازم تتحملين عاد، ايش نسوي؟ وهذا الهوك، لقينا الهوك الثالث. يا سلام، خلاص يصير كذا، باقي لنا لوح خشب والحبل. وهذا طيب، وهنا ايش فيه؟ سيدز والخردة، ما ادري الخردة لكن اكيد 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 راح تنفعنا بعدين. طيب الان احنا في وسط الصحراء كذا، والله هنا في بيت، خلينا نشوف ايش فيه وبعدين ننزل على تحت. عشان الشنطة ثقلت خلينا نخفف اللي فيها عشان الشخصية يا الله يا الله بالقوة قاعد تمشي. طيب وهذه خلاص ارميها. طيب شوف دحين الان ها بدأت تخف شوية الشنطة، لكن ايش باقي؟ اوه معانا الهامر هذا برضو نرميه. ايوه الان صارت خفيفة، شوف بدأت ترجع تجري. اجري اجري اجري، وصلني يا ام وصلني وصلني. سوي سكبان للصوت، ان شاء الله نلاقي لنا الحبل. انا حاسس ان الحبل اكبر مشكله راح تواجهنا. وهذا البلانك اللي هو لوح الخشب، وهذا الزيت ما نحتاجه لانه عندنا الان كميه فايضه. وهذا عظم، هذا فلتر مويه، تعرف صحراء وزي كذا لازم ايش تخدم كل الاشياء. وهذا هنا برضه نسوي مصيده، بس كل مكان نسوي مصيده. وهذه المسامير، كذا خلصنا المسامير، كذا خلصنا المسامير وخلصنا الهوك وخلصنا خشب، باقي الحبل. اوه جثه تنفع تتاكل. وهذا ايش؟ فيلتنت، هذا كانه يبغاله نشق، بس ما عندي، يا الله ما عندي سكين. اوه كرافتن تيبل، ان شاء الله نقدر نسوي السكين. السكين فين السكين؟ السكين السكين يا طويل العمر. هذا السكين ايش تحتاج؟ اوه صخور، تحتاج صخور. خلينا نروح نجمع صخور، جمع 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 جمع. هذا روكس 1 وهذا روكس 2، حلو. يلا نرجع ثاني ونسوي السكين، نسوي السكين عشان نسلخ الذبيحه. وهذا السكين يلا، يا سلام سوينا السكين. يلا الان نقدر نفك هذا. هي بالسكين يا مدير. حصلنا فيه ليذر، وحصلنا فيه ما ادري ايش الشيء الثاني. اوه هذه جثه بيبي صغير. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. وهذا ايش فيه؟ اكيد الحين نحصل فيه فلوس. ما في فلوس في الصحراء، حتى اذا لقيت فلوس في الصحراء ما راح تفيدك. برضو رجعت ثقلت الشنطه ثاني، واحنا قاعدين نكثر من هذا الليذر عشان هذا.
عشان نخفف الحمولة. طيب طيب ملابس ما نبغى عندنا. وشايف بيت تحت كمان. انزل انزل بشويش 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 عشان لا تموتي. يا سلام يا سلام، شوف هذا النزول التكتيكي. 5 5 3. وهذا بيت هنا حصلناه تحت الجبل. كيف لا تسألني، هذه اللعبة اقول لك مليانة مليانة يا صاحبي. اطلعي اطلعي. حبل يا جماعة تكفون، ايش يقولوا هنا؟ يقول لك بالانجليزي. طيب عرفت انت، انا عارف. طيب وهنا ما في ولا شيء. جفاف يا مدير جفاف. حبل، طيب اي حبل اي حبل، احنا راضين. حلو حلو، انا شايف في حبل هناك بعيد جدا، اذا انتم شايفينه ولا انتم ما شايفينه. انتم شايفينه. طيب خلينا نروح للحبل. اوه كمان في بيت صغير هنا، عجيب عجيب. يلا 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 يلا، الشخصيه تبغى تنام. شوف الان المعدلات نزلت وتبغى تاكل. كل ما سويت عملت لها مجهود كل ما راحت عليك يا حبيبنا. هذا كيف نفكه؟ لا معانا فاس ولا معانا اي شيء، لازم لنا فاس. احد معه فاس هنا؟ هذا بلانك راح يفيدنا. طيب طيب هنا ايش في جوا؟ عندك هذا ناخذه. شاركول برضو ما ينفع. خشب ما ينفع، خشب ينفعنا برضو. طيب كذا ثقلت الشنطة مرة ثانية يا حبيب، ولازم نروح هناك عند الحبل نعبي موية. ما نحتاج موية ما نحتاج موية. هنا ايش في؟ نحط الصخور هنا والخشب، نقدر نسوي مقود. مقود نشوي عليه الارنب ذا الميت. يلا 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 يلا. يا الله، شوف 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 تقاسيم الصخور، انظر اليها وانظر الى الصبار والصحراء القاحله. يا شيخ انا لو هنا والله ما قاوم. استنى كذا خلاص خلاص، كل واحد له عمر يا اخي، ايش اقعد اجهد نفسي؟ لا لا، احتزم وخليك قوي، خليك سرفايفر وقاوم وانت تستطيع. والله الشنطة ثقيلة يا حبيب، شوف بالقوة قاعد تطلع البنت. اطلع اطلع. يا سلام، شوف في حبل ثاني هنا، بس لا لا هذا الحبل يوصلنا. يا سلام، وصلنا وصلنا قرية جديدة وفي صندوق كمان. اوه اخيرا حبل، وحصلنا الحبل يا مدير. وفي هنا كمان. اوه في فاس، في فاس. عرفت الفاس فين نستخدمه؟ هناك في البيت الصغير. نروح المشكلة معدلات نازلة، هل اننا نخاطر نخاطر نخاطر؟ يلا بسم الله ننزل مع الحبل هذا. فين الحبل؟ هنا الحبل. ايوه مشوار سريع ونرجع. والله الشخصية جاعت. يلا 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 جري. ما في قهوة؟ ما في قهوة الا والله في قهوة، اشربي. ايوه يلا، شوف دحين تجري. قرقن 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 قرقن. الان رجعنا للبيت، وهنا اول طلب مننا فاس. الان نقول له يا حبيب جبنا لك الفاس. طيب بس هذا اللي استفدناه، اخذنا خشب. طيب وهذا بالفاس، واخذنا خشب. ويلا وثقل الشنطة، بس برضو الخشب راح ينفعنا يا مدير، راح ينفعنا. شوف الغربان تستناني اموت، وجبة هنية لكن هيهات 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 هيهات. والله خلصت القهوة، خلص مفعول القهوة. ايش هذا؟ والله الطريق هذا فين يودينا؟ انا ماني داري فين حيودينا يا جماعة، لكن ما ادري. هل الحبل اللي معانا يكفي؟ ما ادري. سؤال صعب، سؤال يراودني. وهذه المسامير كمان خلصت. والله يقول لك الشنطة امتلت، والان حركتك راح تكون سلولي سلولي. يا سلام بشويش يطلع. خلاص الشنطة ثقيلة وطلعة، يبغى لها تعشق الدبل. عرفت الان، الان فهمت. شوف هذه المنطقة اللي هي كنا فيها وفيها البيت عشان ننام، ويقول لك هنا. راح نستخدم 3 مسامير من 7 ان شاء الله انه باقي معنا. ايش في هنا؟ امتي. طبعا هذا المكان اللي جيناه اول، والان راح ناخذ لنا شوية غفوة، قيلولة حق الظهرية، وراح ناكل ونرجع من هنا ننزل عشان نكمل المهمة. هنا في بيت ما شفناه. يا سلام، والله اللعبه ذي كل شوي كل شويه اكتشف اشياء فيها. ميبي والله قامت تهرج. تقول لك يلا ابغى انام. النوم عندها سلطان. طيب ايش في هنا؟ اصبر يا بنت حلال. سكينه سكينه والياف. يلا 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 خلينا ننومها شويه. هيا هوها تنترنتنتوها. نمشي من هنا وسيده، وهذه شويه الياف راح تنفعنا. ما تبغى تاخذ، ما تبغى، خلاص الان تبغى تنام. تيك اناب. هلو هلو كيدز. خلينا نشوف المصيده ايش صار فيها. والله قفلت. هات 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 بذور. حطينا بذور. لقينا فار ميت. يا سلام، وجبه هنيه تكفي 100. فار ميت وارنب ميت وكله ميت. شوف الاشياء. يبغى لنا صخور. طيب خلينا ننام شويه ونصحى ان شاء الله نجمع. يا سلام الان صحينا. يبغى لنا نجمع صخور، نشعل النار، والشخصيه جيعانه. في طماطم فاسده بالعافيه عليكي، وفي بطاطس فاسده بالعافيه عليكي. خلاص الان نجمع الصخور، نجمع الصخور يا خوي. قفل، مسكنا وزغه. يا سلام، وجبه هنيه، تفضلوا معنا على الوزغه.
سرفايفر سرفايفر، عشان انت تبى صخور. اوه هذا ارنب ميت، هذا الحين نسلخه. اوه فار، اوه 100 100 100 100 يا صديق، هذا فار كذا تسويه على الفحم. يا سلام وجبه 100 100. ننزل تحت نشوف هل الحبل هذا حيوفي، لانه شايف انه نص حبل ما هو حبل كامل. كيف نخليه حبل كامل؟ كيف؟ فما ادري، سؤال يراودني. يلا تحملي تحملي الان، تخف عليك الحموله يا انسه. الان وصلنا للشيء هذا اللي راح ينزلنا لتحت. شوف والله انا كنت حاسس الحبل، كنت حاسس الحبل هذا حيسوي لنا مشكله. طيب منفلنا حبل الان ثاني، لازم لنا حبل الان بعد ما جبنا هذا. خلينا نسوي لنا الخشب حقنا. طيب شوف نقدر نشوي هذا، نشوف الفحم يقعد دقيقتين. الفحم حط الفحم وحط هذا، يلا وشغل يا مدير. نشوي الوزغه، ايوه اشويها كويس. خلينا نشوف الكرافتنج، يمكن نقدر نسوي حاجه. اوه هنا في ملح، يا سلام، عشان الوزغه تاكلها مع الملح. يا سلام، ايش نقدر نسوي في الكرافتنج؟ نسلخ هذا، حلو سلخناه، ونسلخ الثاني. الحبل ايش يعطينا؟ طيب الحبل هذا والله يعطينا سترونج. يا سلام لقد وجدتها، سترونج روب. يلا خلينا بس خلينا نسوي هذا، بس ما ادري كيف. ايوه فين راح؟ نبغى نشوي. فين اللي شويناه هذا؟ يا سلام شوينا الوزغه، انا معافيه انا معافيه. وهذا خليها تشوي. اوه انشوى، يا سلام كوكيد ميت. نشوف قديش تعبينا العداد. والله شوينا يا معلم صدر دجاج هيلثي. طب ليه تاكلي وزغه؟ ليه؟ سؤال يعني منطقي، ما دام في الامور هذه تاكلي وزغه ليه؟ اعوذ بالله. يلا يلا لقينا لقينا الحل، لقد وجدتها يا غلام. يا سلام اخيرا حليناها. يلا يلا خلينا ننزل تحت. يوه ايش هذا؟ هذا كله ننزل؟ اي بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وات از ذس؟ بسم الله. شوف طبعات رجله، شوف طبعات رجله. ولع النار ولع النار ولع النار. اجري اجري اجري، وربي في صناديق كثير بس والله جاي ورانا. ايش هذا؟ هات بطاطس. طيب هذا ايش نسوي ذحين معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اقسم بالله باغتني. ينفع ننام؟ نام ونصحى يمكن ما عاد فيه. طيب الحل ايش نسوي له هذا؟ نحرقه ولا ايش؟ اي 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 جو جو جو، بس جو 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 جو. والله الشيء مره لا، يعني انا حسبتها لعبه سرفايفر بس ما فيها خوف ما فيها هذه الامور. ايش في هنا؟ بكاكس، هذا بكاكس ما يخلينا نمشي الحين. ما في باندج، تعالجي تعالجي. طيب ايش الحل؟ نقعد نجري بس نجري. يلا ها جرينا جرينا. اوه كمان 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 كمان. الله يفجع ابليسك وربي صناديق كثير. تعال هنا يا مريم، تخاف من الشمس ها؟ تعال تعال. اوه ربي فجعني يا جماعه. ايش في هنا تحت؟ اوه في واحد جالس هنا كرسي. يا سلام في صندوق. تعال هنا تعال، شرد شرد المريم. تعال ويقو. جا 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 والله جا. تعال 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 تعال، انا ممكن نحطه هنا. تعال يلا. رايح تعال يا مريم، بسرعه بسرعه بسرعه. ايش هذا؟ ايش هذا كله؟ ما في مسدس ما في شيء. خذ خذ خذ، يلا 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 اطلع اطلع فوق اطلع فوق. والله وضع ماي خارج، وربي ما حسبت اللعبه زي كذا. ايش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صارت حتى تجيني تهيؤات. اوه ايش هذا؟ اوه الحمد لله الحمد لله انه ما هو هنا. ايش الصناديق هذه؟ صنادوق خلاص، كلجة وكلجة. والله يا جماعة اني انخرجت، اقسم بالله اني انخرجت. اي والله ايش نسوي؟ والله ما ادري، اني حاسس انه ورايا طفت. هذا مو وقتك مو وقتك، خلاص عبي من الزيت هذا كل شوية اقعد عبي. انا بطاطس بطاطس. اخيرا النور، اننا ذاهبون الى النور. يا سلام يا سلام الحمد لله الحمد لله. فين نزلنا؟ اي والله فين؟ كيف فين نروح؟ فين نجي؟ يقول لك لا تروح هناك. او قهوه بانديج. طيب يا جماعه يكفيني فجعات اليوم هنا خلاص. بكذا يكون انتهى مقطعنا. لا تنسى تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وانتظرنا ان شاء الله في الحلقه القادمه. في الحلقه القادمه حلوه اللغه العربيه. الحلقه القادمه الى اللقاء. لا تنسى تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. راح ان شاء الله الحلقة القادمة راح القادمة ولا القادمة راح نكتشف اشياء جديدة في اللعبة. زي ما شفتوا اليوم اكتشفنا شيء والله مرعب بدو كذا يخوفك وانت ما انت شايفه. اشوفك على خير، سلام. Let roll up to the party, roll up, roll up to the party, roll up to the